الفقهاء قليل منهم يرون فقهيا بأن التوجه في الصلاة شرط في صحة الصلاة. مشهور الفقهاء لا يقولون بذلك، التوجه شرط القبول مو شرط الصحة. الصلاة صحيحة، ولكن هسه ايش قد الله تبارك وتعالى يقبل، ذاك بحث آخر. القبول هم درجات طبعا. جمع من الفقهاء يرون بأن التوجه في الصلاة يعني ذهنك ولا مرة واحدة ينحرف يمينا أو يسارا. المرحوم السيد محمد كاظم المدرسي رحمة الله عليه فقهيا كان هذا رأيه، إما اجتهادا أو تقليدا. ولذا من حقيقة صعبها واحد 4 ركعات يصلي ولا لحظة ذهنه ينحرف من هنا وهنا. جربوا فرد مرة شوفوا واحد ركعتين يقدر يصلي هتشي لو لا. واحد صمم يصلي ركعتين بتوجه، بمجرد ما كبر ذهنه راح مكان آخر، بعد لحظات شاف ده يسلم. كل الصلاة اللي كان ناويها الفكر يكون متوجه إلى الله تبارك وتعالى صار فكرة في مكان آخر. ولذا المرحوم السيد محمد كاظم رحمة الله عليه كان يذهب إلى غرفة وحده ويصلي، في أثناء الصلاة ذهنه كان بعض الأحيان ينحرف يكمل الصلاة ويعيدها، بعض الأحيان في الصلاة الثانية ذهنه أيضا كان شنو ينحرف يعيدها لمرة ثالثة ولمرة رابعة. بعض الأحيان ايش كان يصير، هسه فرد صوت، فرد طفل، فرد شيء يصير اللي الإنسان يصاب بالشرود الذهني.